عشان التينة وحشة للبشرة. خدي حبة من البارسليز كبشة بمقام ايديكي كده. بص انا ماسكاهم ازاي عشان تعرفي، يعني حبة حلوين محترمين. alright دي اول حاجة هنعملها. اقفلي بقى الباب عليكي عند ما تقوليليش لحد تماما انت بتعملين ايه. لمصلحتك يس لمصلحتك. يعني هو اصلا بيقولون ايه عندكم، داري على شمعتك يا اختي يا رايات ايد. حوتي كده على حزمة البارسلي مغسولة نظيفة متنشفة فهاش اي طينة ولا رملة ولا مية. هتقطعيها حتت نونو صغنونو، قطعيها اكنك بتقطعين خضرة خضرة للكفتة. alright حالا كده بتبقى حتت صغيرة، مش هتكليناها دلوقتي، لما تيجي تاكليناها هقولك تاكليناها ازاي. alright قطعتيها yes. هتجيبي حلة اثباتي، احنا لسه بنقولون يا هادي في الليلة دي. هتجيبي حلة فاضي yes. والف سلامة على حبيبتي ابنها الوحيد عنده كورونا، الف سلامة عليك يا ابني، ربنا يشفيك يا رب. محمد سامي الف سلامة عليك من مصر. الناس اللي ما خدتش التطعيم قومي يا ولية من على الكنباية دي وروحي خدي التطعيم. ناس بيعيا وبيجالها كورونا وانت قاعد عمالة تلغطين في الاكل ومش بتفكرين انك ممكن تعدي اي حد وانت عندك كورونا. اهو اهو قطعناه حتت نونو مغسول متنظف ناشف من اي مية. هتحطي عليه شوية مية تسيبيه على النار هيغلي، وده بيكون شكله بعد لما بيغلي، تلاقي المية بتاعته لونها اتغير والورقة دبلت خالص جدا وبتكون دايبة الورقة بسيط يا كان لينا جارة مزعجة بتبيع حلبة محوجة ولا لا رف اتقص عليهم. انزلي بقى بالبقدونس اللي مسلوق في نص كوباية مية على النار، كبشة في ايدك حلوة جميلة كده يس بتكون بالشكل ده اهي عشان تشوفيها في طبق الحديد الالمونيا اللي ما بيتكسرش ده. يا رب ما يتكسرش الالمونيا كمان. يا دهوتي ايوان مظبوط. طلعي المدفعية من الدولاب وانزلي فوق البقدونس المسلوق في المية افرمي ابوه. اهلا وسهلا ازيكم ازيكم يا اختي. ريح يا ابو شوي يا. عامل ايه يا اختي مدام يع؟ اخبارك ايه مدام يع؟ كده كده ريحي ريحي عيب لازم تريحي، كل اللي متشغلي تريحي. ايوه كده كده انا عايزه مفروم جدا قوي خالص عشان اخد كل الفيتامينز اللي موجوده جوه الورقه المسلوقه من البارسليز البقدونس. لغه عربيه فصحى انا خلاص انا بوست انا بايظ. اذا ما عندكيش اي مدفعيه من فضلك اضربي في الخلاط. تحسي ان الورقيات المسلوقة بتاعت البقدونس نعمت جدا خالص قوي يس نعمت خالص. اي نعمة يا غرب يا غرب.
خلاص هاي لا مش دلوقتي. بصي بصي شايفه شايفه ده لونه بعد لما ضربناه ضربا مبرحا مع بعضياته هو والميه بتاعته. يس متروحيش اي حته، طلعي قماشة مرضعة الوان اللي بتكرع البيبي عليها دي. يس ايوه المشرشرة بتاعتنا دي اللي عصرت لكل الشعب. انت خرمت اهي، خرمت اهي اهي، خلاص دابت دابت مش مشكلة في ديكو. وهاتي بقى ايه صحن كان نجارة مزعجة بتبيع حلبة محوجة. سوري يا امي وانا لا اعرف اتقصع زيهم. وشته في الطبق واخد المية والخلاصة اللي مليانة فيتامينز من الخلطة دهي. البيت بهي دايا بروية بهي 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 البروية. بصي بصي اوريكي لون المية بتاعتي اللي بتتعصر في القماشة او الشاشة او فردة شراب نظيفة مخصوص. لا شراب معفن. اعذر ومن انظر. وخدي المية بتاعت البقدونس بتاعك. اوعي تروحي للراجل وتجيبي الكزبره وتبوظي الدنيا. بقدونس يا امي قولي له بتاع الكباب عند الكفته. واعصري الخلطه بتاعتك لحد ما تاخدي منها المياية بتاعتها، وده بيكون اللون الاخضر الفاتح مدي على درجه بني كده عسلي يعني. يا على حسب الكمية اللي انت عايزاها، انا مش هكتفك، انا هخليكي تقولي اوكي انا يا ابي عايزة اخده زي ما هو. طيب لو انت عايز تاخديه زي ما هو ومش عايزة تصفيه، اوكي عايز تاخدي مثلا الاخضر الورقيات يعني اللي هي هنا دي اهي، لو ما عندكيش مشكلة يعني، لو ما عندكيش مشكلة ممكن تحطي دي جوه المية. ممكن. طب وانا كنت بصفيها ليه من الاول؟ عشان اوريكي الاختيار ليكي انتي، ممكن تستعملي ده وممكن ما تستعملهوش. انا عايزة استعمله لان انا بحب ابقى الرجل الاخضر احيانا، فانا هاخد الحاجات اللي هي دي اللي المفرومة دي. بصي اوريها لك دلوقتي قدام الكاميرا. هل يعقل ان انتي تعملي ماسك بالشكل ده؟ لا طبعا، فلازم تصفيه، ما ينفعش. انت لو ما صفيتيهوش طب حمار يا حمار. يس خلاص هاري يا واد يا ولا ايه ده، ده الناس الحلوه ده كل دول قاعدين معايا هنا يا غادي. اي لوف يو. اهو مسلوق. يسلو امك في نار جهنم يا اختي. اه ياني يابا فينو اهو. وادي بذورك التان، نجيب البذور نوريهم بذورك التان اهي اللي بتتغلي على النار، معلقه في ربع او نص كوبايه ميه فلاكسيد بذورك التان. انت لزقتي اهي فلاكسيد بذور كتان مغلية في شوية مية بيطلع منها جيلاتين هايل ساحر رهيب. الجيلاتين الساحر الرهيب ده بيكون شبه بابور اهو، هتصفيه وهتاخدي منه معلقة. مهمة قوي الحركة دي، بس على بال ما يتصفى والناس تجهز الحاجة معايا، لانه في ناس بتجهز دلوقتي. الناس اللي بتجهز الحاجة بقولك انت محتاجة يعني كبشة صغيرة جدا جدا من من البقدونس. احفظي يا ابي، احفظي احفظي يا ابي، احفظي العربي.
ايوه انا بتكلم عربي احسن منك يا اختي، احسن تستعبطي ولا حاجه. وصفي في صحن شويه من البذور الكتان، خدي منها ابابور. احنا هنحضر العفريت سوا دلوقتي على الهواء مباشره. ادي بذور الكتان اهي، هننزل بيها هنا ونعصر وناخد البابور. الجيلاتين، the slimy gel. Guys, gonna take the slimy gel out of the flaxseed. بذور الكتان لازم تتعصر. ايه ده؟ ما قعد عصافير جوه حتة القماش؟ يس يس ايوه اهو هو ده بذور الكتان. معلقه كبيره من بذور الكتان. خلي بقى ده على جنب هنا كده، اغسل ايديتي واشيل بذرتين اللي نطوا من عينها. هي قاعده معانا، هي مش وراها حاجه غير ان هي شفتي يا اختي البتي يا اختي عملت ايه؟ بت هي دي برويه، ايه ده اللي عماله تترقص؟ امشي يا ولاد كده من هنا. وادي بذور الكتان اهي قدامكم، ده جيلاتين اللي محتاجينه. خلاص واحده واحده وبالشويش عند بالراحه، كله بالراحه. ولعي النار حالي. يا في ناس يس كان لينا جارة مزعجة. كنت قلت لحبايبي يعملوا رز باللبن مسلوق مضروب بالبلندر. Blend some homemade rice with some milk powder. اضربي ام شوية لبن مستويين مسلوقين مع معلقتين انا اللي قلت لبن بودرة مع شوية رز، يكون تخين مزلقط، واحتفظي بيه. بصي 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 ده اللي احنا عاملينه سوا. هناخد منه فوق علبة فاضية معلقة كبيرة من الرز المسلوق مع اللبن. انزل بيه هنا يا في بولة، وهناخد مية البقدونس المسلوق معلقتين فوق الرز كبار، وهنقلب الرز مع البقدونس او مية البقدونس المسلوق، يعني هناخد الفيتامينز. كل الناس بتعمل الخلطة دي بالخضار اللي جوه القماشة، انا بقى مش هعملها بالخلطة بتاعت الخضار اللي جوه القماشة. انا خدت الفيتامينات المستخرجة من الورقة في المية بتاعتها. ده انتي مزعجة موت. ادي دي نار ولعت. يس هاري معلقتين على معلقة كبيرة من الرز بتاعك المطبوخ مع اللبن، تمام. وحاولي ان انتي تدوبي مية البقدونس في الرز بلبن بتاعك، اوكي. لو حابة ان انتي تخلي الخضار اللي هو طلع من المضرب موجود خليه عشان يبقى لونه اخضر، لكن انا دلوقتي مش محتاجة اللون في حاجة، انا محتاجة الفيتامينات المستخرجة من البقدونس. البقدونس يا سيدي يا سيدي انك ده متبحرة الان. يس وادي مية البقدونس اهي دابت في الرز. ايه اللي انا محتاجة يا ابي؟ محتاجة معلقة شاي صغيرة من ال نشا كورن فلاور. طلعي جوزك من الدولاب وخدي معلقه شاي نونو صغيره جدا من النشا، بيبي 1 تي سبون، واحده ممسوحه. شوفوا بقى بقولها لكم ازاي عشان ما حدش يقعد يعمل حاجه من دماغه. سمول تي سبون اوف كورن فلاور
on top of the rice. يبقى انا كده حطيت المكونات بتاعتي ولسه حلوة ولسه ادوب بقى من بعيد عن النار اللي ولع على الفاضي دي عشان انجز. ادوب النشا مع مية البقدونس اوكي مع مية الرز المسلوق المضروبة بالبلندر مع اللبن البودرة المشهورين بيها كلنا هنا وانزل بيها على النار. هاري يا ودي ولع. ايه بقى اللي حصل دلوقتي في الخلطة دي؟ اندمج ثلاثة فعاليين جدا، هنخليهم خمسة ان شاء الله. ثلاثة هما فطاحل، مية البقدونس مع الرز مع اللبن البودرة مع النشا. الله دول اربعة يا ماما اربعة. هناخد بعد كده بذور الكتان لما نخلص الخلطة دي من على النار. مش هحط بذور الكتان على النار لانها اوريدي مسلوقة. انا عايزة اخلي السماكة والتخانة بتاعة مية البقدونس المستخرجة من البقدونس المضروب في البلندر ومعصور ومتاخد منه كل المواد الفعالة. الناس كلها دايما تروح قلالك ايه بقدونس يبقى اخضر، فاحنا عشان نقنع الناس نسيب الورق الاخضر جوه الخلطة، وبعدين لما يجوا يحطوه على وشهم يبقى كأنك وشك اخضر. انا بقى مش هخلي وشك اخضر وهبقى فيه فيتامينات البقدونس. العب يلا. بحاول ان انا اخليه يلف ويلف ويلف على قد ما اقدر بسرعة بسرعة. انتاجي انجازي شوية مية بقدونس بسيطة جدا. وانتي بتعملين الكفتة شيلي شوية على جنب وسلقيهم زي ابي ما وريتك، وحاولي ان انتي تتأكدي انه مقادير ابي مظبوطة. هو كده لما بعضياته، بحاول ان انا اتأكد ان هو مندمج تماما بالشكل ده اوكي، وريحة البقدونس لازالت فيه اوكي. محتاجة انزل بالمعلقة بتاعة بذور الكتان فلاك سيد on top of it. نزلي بابور عليها. بذور الكتان لما هتنزل مع المفعول بتاعها الهايل، على فكرة يا جماعة البقدونس هو الكولاجين اوكي، البقدونس في عالم التجميل هو الكولاجين، وبذور الكتان هي البوتوكس، والنشا والرز واللبن البودرة هم فعالين لعلاج الشيخوخة يا خوخة. فانت كده عندك اسود قاعدة متربعة جوه الخلطة ده، هي ناقصهم الاسد الكبير والناس الجميلة بتاعتي اللي عارفين. لا اتنين مش واحد. الاولاني اللي انت محتاجاه، انا ممكن ابردها بسرعة هنا عشان تهدى، انزلها هنا كده عشان انجز وما خلصي وقتكم على ان انا بدوبها تبرد، واحاول ان انا ادمجها بسرعة بسرعة عشان ادخل بذور الكتان البوتوكس مع الكولاجين المستخرج من البقدونس مية البقدونس المسلوقة اوكي مع الاسد الكبير الرز. لسيدي العب يلا. هديكي خلطة مش هتقدري تستغني عنها وهتضرب اي خلطة تانية. alright here we go. هاتي بقى معلقة صبار صغيرة a small teaspoon of aloe vera gel. here we go. العب يلا وانزل بيها جوه المهزلة. قلبي mix it up. وعشان تضيعي ريحة البقدونس اجي قدام الكاميرا اوريكم، عشان تضيع الناس الحلوة دي، عشان تضيعي ريحة البقدونس تقدري تحطي المعترات بتاعتك اللي انت تحبيها. لو عندك زيت لافندر تقدري تحطي a drop of lavender oil. انا هحط لافندر. انت لو ما عندكيش حطي نقطة ماء زهر او ماء ورد.
يعني بديل. حلو الكلام؟ ما تروحيش الحمام، خليكي هنا علشان انا مش هانام. Here we go. هو كده اندمج تماما، وفي كان بذرة كتان نطت، مش مشكلة بس عشان اخلص. صايعة البذرة دي نطت ازاي ما شفتهاش انا. وادي لافندر اويل اسنس، لو عندك، مش عندك تقدري تستعملي روز ووتر، ماء زهر او ماء ورد، اي ماء ماء ماء. ما عندكيش تقدري تاخدي السيروم اللي من قشر البرتقال، هايل اند فعال. ايوه here we go. A drop of a drop of essence or زيت or oil, lavender oil. نقطة من اللافندر اويل عشان تضيعي ريحة البارسليز اللي هي الريحة بتاعت البقدونس. And also قبل ما نستعمل دايما زيت قشر البرتقال، shake it عشان اخد اللي تحت المرقد. yeah. زي ما بعمل في اي زيت انا مصنعه، اي زيت انت عاملاه لازم ترجيه علشان تاخدي اللي تحت مع اللي فوق. And get a drop of orange skin oil. يبقى انا كده اديته الترتيب بتاعه الهايل. لو موجود ومتاح اختياري a drop نقطة of white honey، عسل ابيض من بتاع النحلة اللي بتزيز، هي دي نقطة عسل ابيض، علشان العسل الابيض انتي بكتيريا عشان بيشيل اثار الحبوب. ايه بقى مميزاته؟ هقولك بقى دلوقتي وانا بخلص. المميزات الهائلة في الخلطة دي هو إزالة النمش والبقع الداكنة، إزالة الرؤوس السوداء من مية البقدونس. مية البقدونس المسلوق أو مضروبة ومصفية غنية فوق ما تتخيلوا. واللي مش مصدقني يقدر يدخل يعمل بحث في أي حاجة يعرفها، وريحته هتكون تجنن وشكله رهيب. كريم اصلي نظمي رسمي فهمي فعال، يوضع على البشرة كل ليلة، الف ليلة وليلة. اختاري، عندك بقدونس وشوية رز باللبن، اضربيهم واعملي الخلطة دي وقوليلي ايه رأيك. لو سمحتوا يا جماعة لا توضع الخلطة بتاعتنا دي وهي ساخنة ابدا في التلاجة، يجب ان تتركيها تبرد خالص تماما جدا اوي خالص، وتنزل بيها ده كريم. It's amazing cream for every single night treatment to reduce the blackhead spot out of your face, to clear your skin, to make sure that you give all the good ingredients into your skin and you will fight wrinkles as well. اهو ده بقى الخلطة الفعالة بتاعت مية البارسليز الرهيبة، لا يوجد ليها اي اثر اخضر. يا واد يا لعيب، لا يوجد ليها اي اثر اخضر على وشك، ما هيبقاش نايم وجنبه الرجل الاخضر في السرير يعني، مينفعش. وده لونه وشكله والتخانة بتاعته المظبوطة، برطمان من لا شيء، من حاجات موجودة في بيتك في مطبخك. وتسلم ايدك يا ابي على الحركة دي. او والله عارفين، انا هقولك على حاجة، انا هاخد شوية هضحي بيهم عشان اوريكم بس اهي. اوكي انا هاخد شوية من ده خلاص كتير. بصوا قد ايه. Here we go. وهعمل بيهم كده على ايدي كتير، انا حطيت كتير يعني عشان اوريكي، بس عشان اوريكي ان هو حتى لو حطيتي منه كتير على جسمك او على بشرتك او على وشك او على رقبتك، علاج مسائي، it's a night cream. بعد لما بتحطي كتير بتهوي ايدك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بتلاقي انه الجلد شربه، بتلاقي ان كل الفيتامينات المستخرجة من بذور الكتان
ومية البقدونس والصبار والرز واللبن يا قشطة، هتلاقيها ملهاش أي أثر، بتتبخر، بتنشف، ما بيبقى لهاش وجود، not sticky، مش ملزقة على وشك ولا على بشرتك، وبعد لما أنا حطيت كمية كبيرة ابتدى ينشف. يا رب أكون قدرت أقنعكم بالفكرة بتاعتي، وتكونوا قدرتوا تفهموا إنه مش باللون الأخضر أنا أقدر أقنع ناس، لأ، مش باللون الأخضر بتاع الورقيات يكون موجود في الكريم عشان أقنع الناس، ولا إني أروح أستعين باللون من بتاع الطعام عشان أقنع الناس، لأ، بالفيتامينات المستخرجة من الورقيات اللي في المية بتاعتها، هي دي اللي انت من حقك تستعمليها. انما ما تحكش على الناس وحط الحاجة بالورقة الخضرة بتاعتها عشان اقنعك وخليلك الكريم اخضر، ولا روح لبتاع الالوان اقول له ادينا احمر واخضر عشان اقنع الناس. بالكذب نو، بالحقيقة والواقع يس. وخلصت كده انا ده، اقفل وارجع افتح تاني لايف ان شاء الله بعد 10 minutes، اكون يعني لميت كل الحاجات دحيا كده وكلت لي بطاطاية. يس، اصل البطاطا طلعت حلوة قوي امبارح يا ولاد، والله انتوا عارفين انا النهاردة كنت مشغولة جدا وحياة ولادي، ما اكلتش الا واحدتين من الالبن اللي هو الشوفان اللي احنا بناكله الصبح ده. ولو تعرفوا ان احنا امبارح كلنا كسكان عمارة تكاتفنا، كل اللي عنده حاجة مش محتاجها يديها لجارتنا اللي اتسرقت، مش هتصدقون، اللي عنده مخدات زيادة اداها، اللي عنده الحفة اداها، اللي عنده كرسي مش محتاجه، اللي عنده ترابيزة، اللي عنده شيء هو حاسس انه مستغني عنه اداهولها، كلنا فرشنا لها الشقة امبارح. حقيقي بجد الناس بتبان وقت الأزمة، والحمد لله الحمد لله قدرنا نخلص لها كل اللي ناقصها امبارح كلنا كسكان عمارة، وبانت وقت الشدة فعلا قوة التماسك. وزي ما انتم متماسكين معايا في صفحتي، اتمنى تثبتوا لي التماسك ده بالشير، بينوا لي ان انتم مهتمين باللي بقدمه، واستنوني بعد 10 دقيقة انت هاجيلك انط تانية وافط لو عندك وقت ليا حاجة تانية حلوة. See you later, alligator.